مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى زاخو. من هناك ستكون معنا مراسلتنا نجلاء سندي، ستتحدث لنا عن إنجاز أكثر من 90% من مشروع تنظيم وصيانة دورة جولان من قبل رئاسة البلدية. نعم نجلاء، مساء الخير، تفضلي. نعم زملائي، تحية طيبة مني لكم جميعا. أتواجد حاليا في إحدى المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها من قبل رئاسة بلدية زاخو، ومشروع تنظيم وصيانة تقاطع دورة جولان الذي يعتبر المشاريع الحيوية كونه الطريق الرابط إلى جسر الدلال الأثر الذي يعتبر مواقع الأثرية المهمة في إقليم كردستان، حيث تم تنفيذها بمواصفات متميزة من قبل الكوادر الهندسية في رئاسة بلدية زاخو، حيث أعلنت رئاسة بلدية زاخو عن إنجازها أكثر من 90% من هذا المشروع. وللحديث أكثر ينضم معي المهندس ياسين محمد مدير المشروع ليحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا. أهلا بكم. نتواجد الآن في موقع مشروع تنظيم وصيانة تقاطع جولان في مدينة زاخو. المشروع كلفة المشروع هي 863 مليون و603 ألف دينار، ومدة المشروع هي 120 يوما. يتم تمويله من قبل إدارة زاخو المستقلة، ويتم تنفيذه من قبل شركة فيدا للمقاولات وبإشراف رئاسة بلدية زاخو. يتضمن المشروع توسعة التقاطع من ثلاثة اتجاهات، وكذلك فقرات إنشاء جدران ساندة كونكريتية ومد شبكة المجاري، بالإضافة إلى فقرات التبليط وصبغ خطوط الشارع وخطوط العبور، بالإضافة إلى تركيب العلامات المرورية. الهدف من المشروع هو تقليل الازدحامات وتسهيل مرور المواطنين من خلال إلغاء العلامات الضوئية المرورية وإنشاء دورات لتسهيل الحركة. نسبة إنشاء المشروع كما تشاهدون بلغت أكثر من 90% لحد الآن. شكرا جزيلا. طبعا زملائي كما تشاهدون المشروع هو في لمساته الأخيرة وبكلفة إجمالية أكثر من 800 مليون دينار كمرحلة أولى، حيث يبلغ تكلفة المشروع الكامل أكثر من مليار دينار عراقي، وذلك لإضفاء الجمالية لهذا المكان وتقليل الاختناقات المرورية التي قد تحدث في هذا الموقع. طبعا إدارة زاخو المستقلة تقوم بتنفيذ عدة مشاريع خدمية داخل مركز المدينة، منها توسيع الشوارع وتخطيطها. نعم زملائي. إذا من زاخو نجلاء سندي، شكرا لك.